إلى الشأن البيئي وتدهور الوضع البيئي بعدد من ولايات الجمهورية مثل محور نقاش لمكونات المجتمع المدني ضمن فعاليات ندوة وطنية انعقدت بالقصرين تهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الوضع البيئي الراهن. روائح كريهة تنبعث من هنا وهناك، وبرق من المياه الملوثة اغتصبت جودة التربة وخلفت أمراضا بكتيرية بالأشجار والزراعات الكبرى. مياه تسربت من المنطقة الصناعية والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق دون معالجة لتختلط بالمائدة المائية. لاحظوا هنالك عدة تجاوزات في المنطقة الصناعية، هذه التجاوزات تتمثل في عدة غياب الرقابة، و إذا علاوة على ذلك هنالك تجاوزات أيضا في المقاطع بالجهة. وضع بيئي وصف بالكارثية في ظل غياب إدارة جهوية للبيئة وفرع لوكالة حماية المحيط للمراقبة والمتابعة. المجامع المائية يلزمها تشتغل كأحسن ما يكون، ويلزم تكون مزودة بمادة الجافير لتطهير الماء وتطهير الأماكن المحيطة بالآبار بصفة عامة، وترشيد استهلاك المياه المستعمله، خاصه يلزم حمله لدى الفلاحين وايجاد حلول بديله حتى يتخلوا نهائيا عن استعمال المياه المستعمله. ومثلت الاشكاليات البيئيه محور النقاش في الندوه الوطنيه السلطه المحليه وتحديات الوضع البيئي والعمل البلدي، ندوه ضمت عددا من الجمعيات من مختلف ولايات الجمهوريه. المظله بصفه خاصه هو وضع بيئي كارثي. عندنا معناها الموت كل اسبوع 3 من الناس يموتوا من حكايه الكونسير والحساسيه، هشاشه العظام معناها عند الدراري الصغار اللي مازال معناها في النمو. وهذه الكوارث لا يمكن غدوه باش تلقى لها الحلول بدون مشاركه للفعاليات المحليه. الشيء اللي نراه تو هذه الاشكاليه الكبيره، فما باب 7 من الدستور اللي يعطي ديمقراطيه محليه تشاركيه وعده افاق كبيره لتونس، وهذه نفتخر به. ومن جهه اخرى نرقوا على مستوى المركز هما اللي مازالوا يقرروا. وتاتي هذه الندوه في اطار تدعيم مشروع اللامركزيه والديمقراطيه التشاركيه، مشروع يهتم بالاساس بالوضع البيئي والعمل البلدي. يعتبر العنف من المظاهر السلبية الخطيرة التي من فكت تنتشر